وبرحب بالاستاذ بسام الشماع المؤرخ وعضو الجمعيه التاريخيه. يا استاذ بسام، بعد التحيه، يعني من وجهه نظر حضرتك كمؤرخ، اهميه وقيمه اعاده الرونق الجمالي لميادين المحافظات والاهتمام بالتماثيل الموضوعه في هذه الميادين. استقبلنا الخبر ده الحقيقه باريحيه وبسعاده كبيره غامره، لان احنا رصدنا حتى في السنين اللي فاتت عمليه وضع تماثيل معينه كانت لا ترقى الى مستوى الفن والنحت المصري، سواء القديم او الحديث، يعني سواء القديم بايدي المصري القديم المشهور في العالم كله بنحته العظيم، او في الحديث عندما كان رد المثال مختار باعماله المتميزه. ثانيا، كان دائما بيسوءنا جدا وبنحزن جدا عندما نجد اوراق وملصقات، سواء كانت ملصقات للاعلانات او في اوقات الانتخابات او كذا، او حد بيرش بسبراي او بنوع انواع البويه او الالوان على هذه التماثيل، مما يشوه هذه التماثيل او حتى هذه التذكارات الجميله. فبالتالي المنظر اللي احنا شفناه، وبالذات انا لما شفت انها جايه من متخصصين في وزاره الاثار والسياحه وهم يرتدون البلاط البيضاء والكمامات على الانف وبيستخدموا ادوات وبيستخدموا مواد هم عارفينها كويس، لان ده من تخصصاتهم، يعني مش مجرد حد بيجيب حاجه وبينظف بيها تمثال، لا ده كمان هنا بنتكلم على علم على اعلى مستوى. وده شجعني الحقيقه ان انا كمان اقترح اقتراحات معينه وهم بيعملوا في هذا. يعني لدينا مثلا اقتراح بان هذه التماثيل يجب ان تكون كلها تحت اشراف كلية الفنون التطبيقية بجامعات مصر ووزارة الآثار من ناحية ووزارة الثقافة والمحافظة والمحليات من ناحية اخرى، عشان نضمن ان التماثيل ديت تبقى موجودة، يبقى في تمثال محترم مثلا لاحمد عرابي في قريته هرية رزنة بالشرقية وغيرها كمثال يعني. نعم. ثانيا، من الممكن جدا ان تكون هذه التماثيل امامها ثلاث اربع لوحات صغيرة مكتوبة بلغات العالم المختلفة، لكي يكون هناك سياحة اسمها سياحة الشوارع. سياحة الشوارع دي يا فندم دي موجودة في الغرب، وانا شخصيا يعني استاذ بسام يعني هتحدث عن هذا الامر وانعكاساته ومردوده على السياحة والمظهر الجمالي للقطر بشكل عام، ولكن ارجو انتظار معي على الهاتف. بعود للدكتور بانتظار معي على الهاتف. استاذ بسام، كنا بنتكلم عن المردود السياحي بتجميل تماثيل القطر، يعني اتفضل حضرتك كنت تكلمني عن السياحة في الشوارع. اتفضل. بالظبط يا فندم، يعني سياحة الشوارع دي سياحة موجودة في الغرب من مدة، وبيعتمدوا على فكرة مثلا أن يأخذك مثلا عبر الشوارع والحارات الضيقة مثلا في لندن، وتروح في مدن معينة تشوف بيت ويليام شيكسبير وهكذا. احنا كمان ممكن نعمل بفكرة بقى مختلفة شوية، وهي فكرة سياحة الشوارع والتماثيل. علشان كده بقترح على وزارة الآثار والسياحة لو هيبدأوا يعملوا كده بالاتفاق مع الأجهزة المعنية، يبدأوا يحطوا لوحات معينة بلغات العالم، سواء كان الإنجليزية والفرنسية والعربية، وأيضا كتابات بريل أو برايل للمكفوفين، لكي يستطيع المكفوف أيضا أن يلمس بأنامله المعلومات عن هذه الشخصية التاريخية، سواء كانت شخصية تاريخية حديثة أو قديمة. أيضا بقترح عليهم عمل الهولوجرام. الآن يوجد في دكتوراه حدثت من كام أسبوع، هذه الدكتوراه حدثت في كلية الفنون التطبيقية ونجحت يعني بتفوق أن يكون هناك تماثيل معمولة بطريقة الهولوجرام أو البعد الرباعي، ودي بقى لا هتعاني من حد هيلصق عليها حاجة ولا هتعاني من حد، لأن دي معمولة من الضوء، ودي هتبقى بالليل والصبح، الصبح تبقى واضحة جدا وبالليل بتبقى أوضح، ودي هتبقى جذب سياحي على أعلى مستوى. لو أنت بدأت تسوق هذه الرحلة مساء، يعني أنت دلوقتي الصبحية أنا مرشد سياحي أيضا، فأنا عارف أن الصبحية المرشد السياحي بياخد السياح وبيزور بيهم المعابد والمقابر والتماثيل والمتاحف والأهرامات وغيرها من الآثار. طيب بالليل بقى بيبقى فيه صوت وضوء، طيب بالليل أقدر أعمل إيه؟ ممكن بالليل يتم عمل هذه الرحلات. أيضا وضع مسلات صغيرة معمولة من الجرانيت، أيضا تكون من قسم المستنسخات بوزارة الآثار، لأن قسم المستنسخات بيطلع شغل حلو جدا في وزارة الآثار والسياحة. قسم المستنسخات ده ممكن يعمل لي مسلات صغيرة مكتوب عليها بالهيروغليفيات، أيضا تكون تحت إشراف وزارة الآثار عشان الهيروغليف يطلع صح، وتكون هذه المسلات مش بس بتتكلم على شخصيات مصرية أو بتقول تاريخ مصري، هي كمان ممكن تبقى نوع من أنواع الميموار، يعني نوع من أنواع التذكار لأصدقاء مصر عبر التاريخ، يعني مين اللي كانوا، مين اللي وقفوا جنب مصر. يعني أنا أتخيل مثلا تضاف
استاذ بسام دي توضع في الميادين اللي هي بتخلو منها اي تماثيل، يعني في كتير الحقيقه ميادين المحافظات بنتكلم على محافظات القطر بشكل عام، يعني هناك ميادين فارغه تماما من التماثيل. بالظبط يا فندم. نعم. بالظبط يا فندم. انا مثلا اتذكر مثلا الان امير الكويت رحمه الله عليه، امير الكويت كان رجل عاشق لمصر. طيب انا اعمل له مسله واكتب اسمه بالهيروغليفي داخل خرطوش ملكي كما كان يحدث في مصر القديمه في شكل بيضاوي، ويتكتب بالهيروغليفي وبالعربيه نوع من انواع الشكر والعرفان لهذا الرجل، مثلا بهذا الرجل الذي وقف بجانب مصر طول حياته، وهكذا بقى ابطال مصر في كل حته كتير الحقيقه ومعاصره. نتكلم عن اهميه وتاثير عمليه الترميم على مستوى المحافظات نفسها، هل هذا الأمر سينعكس على المواطن أو على نقدر نقول قاطني هذه الميادين أو المترددين عليها يعني؟ بالفعل يا فندم، حضرتك بتنثر بذور الوطنية عبر هذه التماثيل وتنظيفها وتجهيزها ورونقها وبريقها، وان المحافظة عليها بتدي هذا الشعور للإنسان ان اولا في حفاظ على تاريخه وفي حفاظ على الفصل ده من تاريخه. يعني لما انا اشوف مثلا احمد عرابي او سعد زغلول او تمثال نهضة مصر او ده بيرجعني انا كمواطن موجود في هذه المحافظة او حتى كزائر لهذه المحافظة، بيرجعني لفكرة الوطنية، بيذكرني بده، حتى لو انا مش عارف التمثال ده بتاع مين هقرب منه، هعرف اكتر تفاصيله، هتبقى باينة قدامي اكتر. طيب الاسدين بتوع قصر النيل، الاتنين اللي هنا والاتنين اللي هنا، طب دي تاريخهم ايه؟ طب الخديوي ايه؟ طب الكوبري ده كان ايه؟ عامل ازاي؟ وهكذا يا فندم. يبقى اذا التماثيل دي وتنظيفها والاهتمام بيها وتغليظ العقوبة على تشويهها، كل دوت بيخلينا على فكرة ده بيبقى كمان دخل اقتصادي للمحافظة ذات نفسها. يعني لازم المواطن هيبقى بيحافظ على هذه التماثيل انه يبقى عارف ان التماثيل دي هتجيب له سياحة وهتجيب له سياح وزوار، سواء كانوا من اخواننا العرب او من الاجانب، وبالتالي سوف تنتعش السياحه في محافظته، ويبقى ده دخل اقتصادي ليه عن طريق تنظيف والمحافظه على هذه التماثيل، فهو ذات نفسه يبقى المحافظ على هذه التماثيل. فلما يجي واحد يعلق ورقه او يرش سبراي او يعمل حاجه عليها، فعلى طول بينهاره او بيقول له ما تعملش بهذا المنظر. ثانيا احنا بنتكلم ايضا يا فندم النهارده في عصر الانترنت وفي عصر المعلومات المغلوطه بنسبة كبيرة على النت، وأنا برصدها كتير جدا، وبالذات المعلومات التاريخية. تبص تلاقي حد كاتب لك مقالة عن شخصية تاريخية، لا كاتب اسمه ولا كاتب مصدره، لا انت بقى لما هتيجي تكتب هذه الأشياء قدام التمثال، وهتبقى كمان ممكن بالنسبة للمحافظات تعمل تسجيل صوتي، تسجيل صوتي، بحيث ان المواطن بيدوس على زرار بيسمع التاريخ بتاع هذا التمثال او بتاريخ هذه الشخصية، وبالتالي يبقى كله عارف. يعني حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب، احنا طبعا بنشجع الناس كلها انها تمحي اميتها وكل حاجة، لكن حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب يعلم عن هذا التاريخ، وبالتالي ينجذب اليه ويحافظ عليه. يبقى انت كده عملت مهمتك زي ما بيقولوا كده تالت ومتلت، بحيث ان انت توصل هذه المعلومة التاريخية لكل الناس، او حتى المعلومة الفنية. يعني حتى لو كان هذا التمثال لا يحاكي شخص بعينه زي نهضة مصر، بس انت هتعرف التمثال ده اتعمل فيه تاريخه ومعلوماته، كله تكاتف علشان التمثال دوت يظهر الى النور، ومين هو مختار، وطب روح زور المتحف بتاعه، طيب شوف الراجل ده رمزية التمثال عامل ازاي، السيدة ترتدي الجلابية المصرية الجميلة، وابو الهول وهو رمز الحضارة المصرية ورمز مصر، وهكذا. نعم. يبقى اذا انت بتدي درس، بس بطريقة مخففة وبطريقة وطنية وبطريقة تجعل كل المواطنين مهتمين ان هم يعملوا كده. فالحقيقة الخطوة دي خطوة انا شايف ان هي لازم تكمل، يعني الخطوة دي خطوة عبقرية من وزارة الاثار والسياحة، ولكن لازم تكمل باذن الله بنفس الاقتراحات اللي حضراتكم في النيل الاخبار تقترحوها، انها دي تبقى خطوة لدرج طويل وسلم طويل يصل بينا الى فكرة ان مش بس الميادين والشوارع، كمان الاماكن الفاضية، وبالتالي نتخلص بقى من عملية ان في تمثال قبيح او في فن مش كويس محطوط رديء في الشارع، كل ده هيطرد بره تلقائيا وهيتحط مكانه حاجات على اعلى مستوى. نعم استاذ بسام الشماعن، مؤرخ وعضو الجمعية التاريخية، بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات والاضافات التي طرحتها عبر المداخلة.